معنا هاتفيا من اسطنبول الكاتب والصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. مرحبا بك استاذ عبد الرحمن. اذا بعد 9 أشهر من تكليفه سعد الحريري يعلن حكومته، كيف تقرا مشهد الولاده المتعسره لحكومه الحريري؟ يعني هو بطبيعه الحال يبدو ان كنا ننتظر الاشاره الدوليه والاقليميه لولاده الحريري، وتنازلت لولاده حكومه الحريري وتنازلت الأطراف لأجل إنتاج هذه الحكومة. إذا بيت يعني أو كلمة السر هي أتت من الخارج. التطورات الإقليمية الأخيرة ربما هي التي دفعت نحو ولادة الحكومة بهذا التوقيت وحل العقد التي كانت موجودة بسرعة، تمهيدا ربما لتشكيل حكومة هي أمام تحديات كبيرة داخلية وخارجية وعلى جميع الصعيد. إلى أي مدى سيظل لبنان رهينا لعصا حزب الله التي يضعها في دواليب السياسة اللبنانية؟ يعني لبنان يعاني حقيقة من ترهل في النظام السياسي، ويعاني بشكل أساسي من مشكلة ضعف الدولة في هذا البلد الصغير وفي هذا البلد الذي يعاني مشكلة هوية. وبالتالي الحل في لبنان هو قبل كل شيء في عزله قدر الامكان عن المشاكل والاشتباكات الاقليميه، والموضوع الثاني هو فعلا في تعزيز الدوله وبناء دوله المؤسسات والعمل الجدي والحقيقي على تخطي الطائفيه السياسيه. طالما ان هذه الخطوات لم تتخذ بشكل حقيقي في لبنان فانه سيبقى ليس رهينه لحزب الله، هو رهينه لجميع الاحزاب اللبنانيه التي تحتكر ان شئنا القول تحتكر صوت الطوائف، وكل حزب يعتبر نفسه هو الممثل الحقيقي لطائفته، وبالتالي مع ديمقراطيه توافقيه بامكان اي حزب في لبنان ان يعطل البلد لاشهر طويله، وبالتالي ادخال البلد في حاله من الفراغات السياسيه اللي هي مستمره بشكل متقطع منذ عام 2005 الى 2019، يعني 14 سنه من الفراغات السياسيه المتقطعه. هذا لابد من حل جذري لهذه المشاكل في لبنان، لابد بطبيعة الحال من العبور إلى الدولة دولة المؤسسات وليس حالة شبه الدولة الموجودة الآن في لبنان. اليوم عقدت الحكومة أولى جلساتها وشكلت لجنة لصياغة البيان الوزاري، هل تعتقد أن اللجنة ستنجز عملها في ظل هذه التجاذبات والتحديات المطروحة عليها؟ المؤشرات الآن تفيد بأن البيان الوزاري لن يكون فيه كثير من الملفات الإشكالية، لأن بيان الوزاري للحكومة السابقة ربما يصلح للحكومة الحالية باستثناء ربما العلاقة مع النظام السوري والدعوات قوية من حزب الله وحلفائه لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام. أظن هذا الملف الخلافي، وأظن أن تفاهمات سرية أو علنية ستتخطى. بالتالي التوجه العام نرى ان لن يكون البيان الوزاري عقده كبيره امام الحكومه، ربما سيتم البت به قريبا من اسبوع الى اسبوعين او ثلاثه لا اكثر. واشنطن حذرت من استغلال ميليشيا حزب الله المناصب الوزاريه التي تتولاها، اظن هي 3 مناصب، هل سيكون وزراء حزب الله عبئا على الحريري يضاف الى الاعباء التي تنتظره؟ هي المشكلة الاعتراض الأمريكي وربما الاعتراض الفرنسي أيضا هو على وزارة الصحة. وزارة الصحة هي تمتلك رابع أكبر ميزانية في الحكومة اللبنانية. هي 3 وزارات؟ نعم، المشكلة في وزارة الصحة تحديدا. نعم. وزارة الصحة هي وزارة قادرة على التمويل، وحزب الله عليه عقوبات، وبالتالي وبنفس الوقت حزب الله لديه مؤسسات طبية تحتاج إلى تمويل، وربما مع الأزمة المالية التي يعاني منها حزب الله نتيجة العقوبات الخليجية والعقوبات الأمريكية، فربما تكون وزارة الصحة هي نوع لتمويل غير مباشر لمؤسساته الاجتماعية في لبنان. هذا هو وجه الاعتراض الأمريكي، وربما الأمريكيون سيتابعون هذا الملف وسيحرصون على أن لا تنتقل الأموال من وزارة الصحة إلى مؤسسات لبنانية، عفوا مؤسسات تبع حزب الله. الحريري سيحاول ربما إقناع كل من حزب الله والأمريكيين بعدم الوصول إلى مرحلة العقوبات ومرحلة تخطي الخطوط الحمر بين الطرفين، وهذه ستكون مهمة صعبة جدا على الحريري وعلى الرئيس عون. الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين من اسطنبول، شكرا لك.